نحن هنا بأكبر قاعدة صيانة الطيران في إفريقيا. هنا تتم صيانة ومراجعة وتصليح حتى قطع معينة من الطائرات والمروحيات. أكثر من 50 طائرة تخضع للمراقبة من قبل تقنيي الخطوط الجوية الجزائرية. فيما يتعلق بعملية صيانة الأسطول الجوي لشركة الخطوط الجوية الجزائرية، مست العملية 56 طائرة، منها 8 طائرات من نوع إيرباص، 32 طائرة من نوع إنجي، و15 طائرة من نوع أتيار. كما نقوم بصيانة عتاد شركة التصل للطيران المتمثل في 8 طائرات من نوع إنجي. هذه العملية نقوم بها على مستوى وحدات الصيانة التابعة للشركة. كل قطعة من هذه الطائرة تفحص فحصا دقيقا للكشف عن أدنى عطل محتمل كتردي الكابلات مثلا أو تآكل الأنابيب أو أي تصدع صغير في جسم الطائرة. كل شيء هنا يتم فحصه بهذه الورشة. نقوم بصيانة المحركات ومختلف أنظمة عمل الطائرات، كما نقوم بعملية المراجعة التقنية. بالإضافة إلى صيانة الطائرات، عملية واسعة للتحديث وعصرنة الأسطول الجوي الجزائري. بعثنا مشروعا جديدا لإعادة تجديد وعصرنة الهيكل الداخلي ل16 طائرة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية، وذلك لضمان راحة المسافرين ضمن المقاييس العالمية. منذ تعليق الرحلات الجوية، كل الطائرات الجوية الجزائرية مركونة، إلى أن الشركة ملزمة بتطبيق إجراءات الصيانة الخاصة المحددة من قبل مختلف الشركات المصنعة للطائرات.